على فكرة وانها هنطور الكرة على المصرية. فكرة انا يعني متعاطف جدا مع إيهاب جدا يعني. ليه؟ إيهاب اولا ما خدش فرصته، يعني ما فيش مدرب يجي في اسبوعين ويتضحى بيه في اسبوعين صراحة يعني. على الرغم ان المباراة الثانية يعني مباراة كارثية من ناحية الأداء مش إيهاب بس وكمان اللاعبين طبعا. أنا لوم اللاعبين أكتر خاصة اللي خدوا فرصة، لأن طبعا في غياب القوام الرئيس مفيش مدرب يعني يروح مباراة مهمة وقوام الرئيس كله برة قيس في كل الخطوط برة. عندك محمد الشناوي وحاجة محمد النني، لكن برضو ألوم الناس اللي خدت فرصة لأن دي إمتى هتاخد فرصة؟ ما هو في غياب القوام الرئيسي، ودي المفروض انت النهارده لما يجيب محمد صلاح ويلعب مكانه لازم المكانه ده يقول انا افضل محمد صلاح، انا جدير بارتداء تيشيرت المنتخب فلازم ادي مردود، مش كده ولا ايه؟ عشان يحصل تنافس. لكن يحصل بها يعني القصور ده في الاداء الوم اللاعبين نمره واحد لان انت ما استغلتش الفرصه، انت خلاص هتفضل تاني رقم 2 او رقم 3. قلت لي انت كنت مع مشروع هيكتور كوبر انه يكمل، كنت مع مشروع كارلوس كروش يكمل، وكنت مع مشروع كارلوس كروش يكمل. ليه؟ لان في الاخر صراحه الراجل قد في الاول بطوله امم افريقيا كان اداء مقلق جدا، وكان في شويه يعني احنا بنسميها ايه يعني افتكاسات كده في تغيير مكان محمد صلاح، ويمكن اول مباراه بس قدام المنتخب النيجيري دي اللي اتخضنا منها كلنا. فقلقنا. لكن لما ابتدى يحط ايديه على التشكيلة الرئيسية المنتخب ظهر يعني في منتهى القوة مع المغرب وتفوقنا مش كده ولا ايه؟ وتفوقنا على كوت ديفوار، وتفوقنا في الاخر كنا بين وبين السنغال لولا ضربات الجزاء. خلي بالك احنا لعبنا 4 اكسترا تايم مش كده ولا 3 اكسترا تايم لعبنا يعني ثلاث مباريات ورا بعض 120 دقيقة ديفوار المغرب والكاميرون 120 دقيقة 120 أربع مباريات أنا متذكر. المغرب بس كسبناها المغرب من غير 2-1 كسبناها أعتقد في الوقت الإضافي على ما أتذكر أعتقد كسبناها في الوقت ما وصلناش ضربات الجزاء لأن إحنا ثلاث مباريات ضربات جزاء صحيح تمام، لكن وصلنا للهدف صح، ضربات الجزاء ضربات التوفيق صح، ده بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. وصلنا للنهائي مع السنغال في انتزاع بطاقة الترشح لكأس العالم، خرجنا بضربات الجزاء في الوقت خلي بالك واحنا كسبنا 1-0 وهناك كله قال لك مصر رايحة هناك هتشيل طيب الكورة. كابتن طارق بمناسبة الكلام ده في سؤال الجماهير تسأله دايما يقول لك لا يا سيدنا ما احنا كنا منتخب مصر بجيل من المحليين في 2006 و2008 و10 وكنا بندافع وبنهاجم وبنلعب كرة حلوة، اشمعنى دلوقتي مش عايزين تلعبونا كرة حلوة واشمعنى دلوقتي ما بنهاجمش وبندافع بس؟ ما انتوا كده بتقللوا مننا، احنا نقدر نعمل الاثنين، وانا عندي محمد صلاح فانا خلاص انا كده اقدر اهاجم وعندي ورا شناوي وحاجات كده اقدر ادافع كويس كمان. انا بس مختلف معاك يا كريم في حاجة ان احنا بندافع بس. لا احنا بندافع من اجل فرض استراتيجية واسلوب مش كده؟ وفي الاخر لما بنهاجم بنحرز وده قمة في النجاح، استدراك الخصم لنوع معين من الفلسفه اللي احنا عاوزين ننتجها ثم نستغل حتى لو اقل الفرص. هي دي النقطه يا كابتن طارق، انا برضه عشان نوضح للناس انا عاجبني طبعا راي حضرتك هو ده الصح، انا اقصد انه الناس تتصور انه انت بتدافع فالمفروض تهاجم كتير وتسجل اهداف كتير وتلعب قدام السنغال فانت المفروض تسجل في السنغال كتير. كريم. في مباراه السنغال في الثانيه انت شفت مباراه كره قدم؟ لا. ليه؟ السنغال كان عندها هدف واحد ان هي تقصي المنتخب المصري، ومصر كان عندها هدف واحد ان هي تحافظ على الهدف اللي جابته، والمباراه طلعت ايه؟ تعادل بين 1-1 صح عشان يوصلوا مباراه الترجيحيه، وما كانش فيها مباراه ممتعه. هي دي قيمه المباريات النهائيه. المهم الهدف في الاخر، السنغال وصل كاس العالم. وصل ازاي؟ لكن في الاخر وصل مش كده ولا ايه؟ المهم ان انا انتزع المتعه تيجي بعدين لما يبقى في اريحيه في الاداء، ما فيش ضغوط عليا. طب النهارده لما ما ترشحنا كاس العالم كروش ما تلام ولا ما تلامش، وكان نتيجتها ان انتهى عهد كروش. انا قصدي ان احنا لا نمتلك مشروع واضح لمده 5 سنين قادمه. صحيح. ثانيا لو عندي المشروع ده والبلان ده والتخطيط ده هجيب له المدرب اللي يناسب هذا المشروع وافضل وراه عشان ينجح هذا المشروع. يبقى اجنبي ولا مصري؟ وانا قصدي يعني انا قصدي في الاختيار ان انا اولا ما امتلكش ده المشروع ده، وبناء على المشروع ده انا هختار مين كاتحاد اللي ينفذ المشروع. بغض النظر مصري بغض النظر مصري او اجنبي، بس حطيه الاول مشروع
طبعا عشان دلوقتي الكابتن ايهاب جلال مثلا بيتحاسب على مشروع مش موجود طبعا. لا منه ولا من الاتحاد يعني مفيش مشروع يعني احنا النهارده الهدف ان انا اطلع بطوله امم افريقيه وبعد الهدف بطلع بطوله افريقيه اطلع كاس العالم تصفيات كاس العالم انا عاوز بلان واضح صح. يتحط لي استراتيجيه صح. انا كاستراتيجيه كاتحاد محتاج ان انا ابني جيل قادم ما ينفعش يتقال على منتخب مصر لما يغيب القوام الاساسي يظهر بالمستوى المتراهل ده مظبوط ما ينفعش صحيح. خاصه ان احنا قدام فريق المنتخب الاثيوبي مع احترامي ليه الارقام فارق كبير جدا بيننا وبينهم حتى على صعيد المهاره وعارف كابتن طارق انا في جمله بعد اذنك دايما بقف عندها كتير اللي هي جمله ايه دعوات المصريين ان شاء الله مع المنتخب في كاس افريقيا في تصفيات كاس العالم يا سيدي ما احنا هندعي طول الوقت ان شاء الله هندعي بس يبقى في مشروع حقيقي مش كل مره رايحين بالدعوات يعني كل الفرق اللي نجحت على مستوى العالم امتلكت هذه المشاريع بس عاوز اقول لك خططت للنجاح انا قصدي ايه انت اي مشروع حتى المشروع الخاص بيك لو الواحد بيعمل مشروع خارج كره القدم لو ما خططتلوش للنجاح فانت فشلت ما عملتلوش دراسه جدوى فانت فشلت ما تجيبش مؤقت اجنبي لا الدور على المصري المصري فشل الدور على الاجنبي بالزبط. الاجنبي مرة فشل مرة. ايه ده ده اسمه ايه في كره القدم مره مصري اسمه مرة ايه على مستوى التخطيط صح. اسمه ايه على مستوى الاستراتيجيه اسمه ايه ده الناس تضحك علينا يعني صراحه الناس تضحك ثم الاختيار الاختيارات لابد تكون مقنعه مقنعه للشارع المصري مقنعه للاعلام مقنعه للاعبين ان فلان الفلاني هو اللي هينفذ المشروع القادم لمده 4 سنين مدرب السنغال بقاله 7 سنين مش كده اليو سي سي بقاله 7 سنين مع صحيح. الفرقه ما مرتش باخفاقات هي مرة. السنغال كانت هي التوب في افريقيا على مستوى الفيفا في الفترات الاخيره اخر 10 سنين ما كانتش كده انا في مثل بديه كل يوم يا كابتن طارق انا عاوز اكملك بس بالماضي خسر الترشح لكاس العالم ومستمر مع الفريق وعنده منتخب رائع مستمر مع الفريق صحيح مستمر مع الفريق ليه الناس مقتنعه بالمشروع اللي قدمه ايطاليا ما وصلتش كاس العالم ايطاليا ما وصلتش كاس العالم مانشيني مازال موجود صحيح مازال انا في مثل بديه دايما كل يوم تقريبا ديدي شامب جه فرنسا 2012 خسر كاس العالم 2014 بنتائج سلبيه جدا خسر نهائي كاس اوروبا على ملعبه في فرنسا في 2016 قدام البرتغال فضل 6 سنين لحد ما خد كاس العالم في 2018 يعني ألمانيا 6 سنين اخفاقات المانيا عادل قديم معلوف طبعا كتير وكان في اخفاقات لحد ما خد كاس العالم حتى لما بيحصل استلام وتبادل في المهام ايه الرقي ده ايه الرقي ده مش احنا عمالين نشهر بالراجل